واحد المنستير نحكيو على التفاصيل وشنو اللي صار توت شويتا. فيسبوز نحكي على تعرض مركب صيد للاحتراق على متن 16 شخص في سواحل ولاية المنستير. حمد لله ربي نجاهم، حمد لله تم إنقاذهم، لكن كانت تنجم تكون على القدر كارثة معناتها في وسط البحر. شنو اللي صار؟ شنية الحكاية؟ شنية التفاصيل؟ سي حمدي بن عافية صاحب المركب حضر معنا، الرئيس نتاع المركب هذا حضر معنا في المباشر. سي حمدي مرحبا بك والحمد لله على سلامتكم، أهلا وسهلا. الو السلام عليكم، الصحه على الدعوه بتاعك. وحمدي بن عافية صاحب مركب صيد بلاضواء، مرحبا من ولايه المنستير. مرحبا، ربي حماكم وربي يعطيكم جمع فرصه جديده في الحياه. الحمد لله هذايا بطبيعه نعمه من نعم ربي. شنو اللي صار؟ شنو اللي حكايه؟ شنو التفاصيل؟ وعلاش تحترق المركب نتاعكم؟ 16 بحار اكيد خارجين يسترسقوا، شنو اللي صار بالضبط؟ والله العبد أول حاجة يقول الحمد لله العبد كل لباس، كنا قاصدين ربي، معناها خرجنا مع نص نهار من ملاب بولبا، قاصدين ربي باش نخدم مع رواحنا. مشينا ماركة 30 ميل، معناها أربع ساعات على البرصة. هو فما دبوسة فيت نتاع غاز، دبوسة نتاع غاز انفجرت. انفجار دبوزه نتاع غاز على متن المركب معناتها. على متن المركب وكهو. اي. وفي ظرف خمسة دقائق ما فهمنا حتى شيء، حاصل في ظرف خمسة دقائق الدنيا كل شعلت النار، معناها المركب الكل عدى النار فيه. اي. والله شنو نقول لك؟ العابد سارع، احنا ثلاث اخوات معناها اصحاب المركب هذايا مش كراني. اي. حمدي وايمن وشكون الاخر؟ ومحمد علي. محمد علي، هاي. حاولنا باش نطفيه وفرعنا ما في قدك، في ظرف خمسة دقائق الدنيا كلها لا تبعضها. وبعضها معناها في ماشي فلايت حتى باش طلبت النجا، نزلت على البي ام اس معناها عملت فهمت، طلبت النجا جاوني طاو اخوانا البحارة. اما معناها كيما نقولوا بعد بنص ساعة باش تستحقوا المراكب عندي، كيما نقولوا مع الفلوكة فما ناكس نتاعها فهمت، معناها فلوكة صغيرة معها. اي. حاولت البحاره كل شيء باش ما يضرش حتى حد. اي. كما نقولوا حسبتهم ثبت معناها كل شيء، لعبت كل شيء ونهيتها. ومن بعد فرعنا ما نزلناش، جاوا المراكب بحذانا ومشكورين وكثر الله خير اللي عمل حاجه معناها فيناها بالمي، وحتى لو كيف فيناها ما قعدت حتى شيء. معناتها سيء، هي ديجا تحرقت وقت. كل هي 85% من المركب. والمركب مشى. فقط انا حبيت نسال معناتها المراكب هذيا معناتها تكون مجهزه عاده بقرار اطفاء والا لا؟ مجهزين، عندنا 10 قوارير اطفاء معناها. وما عملوا حتى شيء. بالانواع الكل اطفاء معناها، ثم بالانواع الحرائق الكل فهمت. وما عملوا حتى شيء معناتها. ما نجمناش، قلت لك بوسه تنوضت عدات على الكل، بس في خمسة دقائق راهو صار. لهبت معناتها الدنيا الكل. عارف شفت التصور في الفيديوهات، منظر العبد اذا حدا يرى المنظر ما مستحيل يقول نجم حتى نروحوا بها حتى كذا فهمت. المهم الحمد لله انكم انتم لاباس. الحمد لله والله يا جاو، اول حاجه فكرت فيها بالرغم معناها العبد حياته كامل تعب فيها وحياته كامله يجري باش يكونها، وكما قلت لك ثلاث اخوات ومازلنا مسلمين معناها مازلنا بادين ضد هذا فلوكا عمرها ست سنين فهمت. وكذا وما فكرت في العباد، قلت خلي العباد المهم معناها العباد لاباس كل شيء مهم لاباس وما تضرر حتى حد، هذيك هي الحمد لله معناتها لاباس. والله عندي خويا برا انا في السبيطار عندي نهارين معناها كون محمد علي ولا ايمن؟ محمد علي ايمن، ربي يقيمه سالم ان شاء الله. وفي رجليه وكاو شوكين لاباس معناتها ماهيش حروق خطيره ولا لا لاباس تمام، ما تضرروا برا ما تضرروا الحمد لله برا الحمد لله. ربي يقيمه لكم سالم ان شاء الله وربي يعوض لكم. الله يبارك لك. الله يبارك. ربي يعوض لكم وفعلا معناتها واحد اليوم يقول لك انا ماخذ احتياطاتي الكل، قوارير الاطفاء موجوده على غالب دبوزه غاز معناتها ترشقت في ال اسمعني معناها سامحني معناها من المراكب المراكب اللي مجهزين بالباقي معناها مركب ما شاء الله معناها مش
كل شيء فيه، فهمت؟ كل شيء فيه، معناه مش منقصين حتى شرط من شروط السلامة، الأمور كلها مريقلة ما لا غالب، ذكا هو يا ربي شكتب. أما بربي نحب نعقب على برشا حاجات. تفضل. أنا فهمت سعينا في المعنى مذكورين حتى جماعة الحرس وجماعة الوحدة، جاءوا ما عندهم ما يعملوا راهو، جاءوا بعد جاء 4 سوايع، فهمت؟ حزوني يعني الحقيقة بربي اللي استعجالي هكا معناها شوية هكا أضرار، فهمت؟ أما بالنسبة بالله عمل في أمات هذه عندنا عندنا باري خلص عليها راهو 500,000 في الشهر. هذه المراقبة بالأقمار الصناعية هكا ولا؟ هذه عاملينها لا قدر الله تصير لك حاجة كذا تنزل تجيهم هما معناها كل شيء، فهمت؟ كل شيء يوصل لهم البوزيسيون تاع الفلوكة كل شيء، معناها يحبوا يتحركوا يتحركوا، فهمت؟ أي معناتها تقول أنت زي بيه زي بلا بيه الفي إم إس هذا. صحيت نخلصوا فيها صدقني قلت لك 500 في الشهر. وما نجمو نعبدو المازوت، ما نجمو نخرجوا اي ورقه معناها اي ورقه بما خص الفلوكه الا ما تكون هي مراقله. تعود قريب العبد معناها بالشوفة يلزم هي مراقله، فهمت؟ كل شيء كل شيء. تنزل كيما تنزل حتى المراكب المجاوره نزلوا عملوا هذا هذه ما فما حتى شيء، والله لا فما حتى شيء. معناتها تقول انت هالمنظومه هذيا اليوم اللي احنا نخلصوا عليها في برشا فلوس، معليش كي نستحقوها، معناتها اليوم ما نلقاوش النجده في الوقت اللازم، الوغكو معناتها هي المنظومه هذيا تحدد المركب وين وبلاصته، معناتها بالضبط وين، ويكون مراقب الاقمار الصناعيه. لا وعاملينها اليوم باش يراقبوا معناتها المراكب اللي تتجاوز القانون، ما تجاوزش تمشي القصير ما تمشيش، فوالا معناتها هذه هي. هذيك بربي لاعب شو الساعه والله 16 عائلة معناها مشات المال نتاعها، مركب صدقني يعمل معناها مليار و500 الف و500 دينار، معناها مليار و500 مشي على روحه. كيفاش عندنا دي بورسون يحط فيها معناها الحاكم من الامور نتاع الكوارث هذيا، وخايا طالب اني مش عارف لا كلمني لا وزير لا كلمني مش عارف نطالب رئاسه الجمهوريه الوزير، خايا شوفوا لي حل كيما تقصوا علينا معناها في بورسونتاج، خايا شوفوا لي حل. واحد كيما هكا راني تحطمت لا يلزم الكريديات نتاعها هي، لا يلزم نطاو شو نعمل شو، ما عادش فاهم صدقني حتى شيء، والله لا عاد فاهم شيء. معناتها اليوم اللي تحرق له مركب ما فماش تعويض يعني. ما فماش تعويض، يقص علينا في دي بورسون لكن موجوده في القانون وموجوده كذا لكن ما تم التفعيل نتاعها. يا اخي نطالب من الوزير نطالب من الرئيس نطالب مانيش عارف اني نلزمهم يفعلها، معناها كانوا يقفوا معايا في الوقت هذا يعني شو نعمل طبعا. معناتها تدفعوا في 10% تأمين وفي الآخر ما تاخذوا في حد شيء. 2% هذه للكوارث يقص علينا، شفت أي فاتورة نجيبها؟ أي يوميا فاتورات اللي يجيو يوميا أي فاتورة نزيدوا بها للبورت نتاع حوت يقص علينا في 2% هذه. 2 ولا 2؟ 2% هاي؟ هي مفلعة 2% معناها في بردة بولفا كاس معناها برط مفلع على بيه فيه يجي 300 مركب. النوعيات هذوما الكبار معناها اذا كان ما يقصدوش معايا طاو، اذا كان يلزم حل يلزم تفعيل القانون هذايا، هو طاو موجود القانون لكن ما همش قاعدين يمشيو بيه. انتم مش قاعدين تستنفعوا، معناتها القصان قاعد يصير لكن في المقابل انكم تستنفعوا بهذايا. لا بربي والله كاكا بربي كارثه كما هذه الفلوكه ما قعدت والله والله افحم عبارة تحم تحم عبارة تعرف في مردومة برا. مليار ونص القيمة نتاع المركب هكا ولا؟ قيمة نتاع المركب مليار ونص. مليار ونص. كان معناها صح تشوف شنو تعمل، لا كلمني لا والي، لا كلمني وزير فلاحة، لا كذا يا رسول الله يا اخي مانيش عارف يا من الدولة التونسية مين، والله لا عاد عارف شيء والله. مورد رزق نتاع 16 عائلة مشى معناتها في لحظة. صحيح. ولا كونتوا معناها ثلاثة من الناس العبد يجري معناها عشرات السنين شكاونا الوحدة دي كل شيء مشي في لحظة مشي كل شيء معناها قضية كارثة يا ودي. الحمد لله العبد الحمد لله اللي لعبت كل لباس هذيك والله أبجل حاجة وأهم حاجة لعبت تلعبها، لكن الناس كون يلعب يلقى روحه معناها بطال ومعاه 16 عائلة معناتها ما عندهاش حتى مورد رزق. صحيح. واضح واضح والله لا نعرف، ممكن بتصور كان ريتوشي كان كذا يا ودي صدقني حتى بالتفاصيل عاد ما عادش يديك حتى يشوفها. مش سوشاك معناتها مازلتوا من الحكايه اللي صارت. ربي ان شاء الله يقويكم وربي يعوض عليكم، هاك شنو نجم نقول لك معناتها توا. نحب نوصل لوزير الفلاحه ولا كذا. تفضل. شوف لنا حل، شوف في هذه شوف كيفاش تتدخل،
ما نعرفش ما كيفاش ما شوف كيفاش تدخل يجي على أي مكان نشوف ما مانيش عارف يعني. المهم شوف لحل الكارثة دي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما لهاش من اللي صار فيها هكذا والله والله عادي كانوا 16 نهاية لازم يمشوا في البحر كما جاش عنا معنا في الكخرة مع الفلوكة كما قلت لك عنا فليكة صغيرة مع نخدم معنا تابع الخدمة فهمت كما جاتش هي نغط فراء ولا ما عندكم حتى حل انكم تعيشوا روحكم في البحر صحيح معناها كما جات فيها كل شيء والحادثه صارت معناها من 5 3 ايام وما جاونا هو مكان من المغرب جاي معناها تولي في الظلام وتولي اكيد شفت نكركروا فيها الفلوكا معناها فليك نكركروا فيها صدقني شالت مرتين في واحنا نكركروا فيها عاودت شالت راهو ما طفيتش معناتها كومي الفو معناها طفينا كاو فليك الله يرحم والديه متفاوض معناها تطفي من بلاصة تشعل من بلاصة تطفي من بلاصة تشعل من بلاصة والله صدقني كان يقول لك حاجة تقوم تضحك والله شفت الحماية المدنية الحقيقة أن جماعة الحرس مشكورين وصلوني للاستعجال اللي عديت راديكال في كاستوايا ومن بعد كي جيت اتصلت بالحماية المدنية وكذا قلت لهم راهو توصل المركب راهو باش نحيوا لها الماء وباش نكملوا نطفيوها فهمت لازم يعملوا لي امور ماديه رانا نفيو كان بفلوس قلت لهم اسمعني تنحي الماء بالفلوس اجا وبرا المهم نحيوا لي الماء اللي فيها خير من تكمل معناها كمل ترخب كلها معناتها اللوح ولو انه ما بقي فيها شيء امل عبد خل عندك هكا الامل باش تمنع شويه معناتها ده بالفلوس قلت لهم متسالف ندفعوا الفلوس راهو المهم هكذا والله صدقني معناها حمايه مدنيه احنا عندنا كان في قصرين الاقرب حمايه معناها لان احنا فهمت شافوا جابوا اربع موتارات من نحيوا في المي لا فيهم حتى موتار خدم حتى موتار صدقني جيت لك شويه ضاعوا كذا في الاخر مشيت شفت معناها موتار صبرت راسي في موتار من جماعه البحاره قمت من تحت فلوكتي معناها العبد لا قيل في البحر اللي عانى لا في البر ولا في البر قادر الله يرحم والدها هذيك هي اللي جات معناها هزتنا وجات معناها هكا اول الا نجموا عملوها الا نجموا عملوها عندكم وصلوكم للسبيطار معناتها هذيك هي معناها مي نجموا لا نجموا هي تقدر تطفيان هذيك جات بعد 4 سوايع معناها عندها حتى علاقه كما نقولوا جات بعد طفي كل شيء اما بالنسبه للسكادره الصغيره انا جاتها كما نقولوا جات هزتنا وقدر الله شفت كان صارت في البرطال الحكايه هذه عادي راهي تصير في البرطال هو معناها دبتها جات كذا نجم تنفجر في اي مكان معناتها اي مش فلوكا بركة تهز 10 فلايات معناتها تصير كارثه معناتها اليوم انت تدعو الى صيحه فزاع اليوم في منكاو معناتها تصير كارثه اكبر من هكا سامحني هو ما فيش حتى حمايه ما فيش حتى باش نوريك نحكيو على برت البخالطة هكا برت بولبا تبولبا هاي تبولبا هاي شفت برت تبولبا الاولاني في الصيد السمك الازرق معناها من الابراج المهمه في تونس راهو معناها ثاني برت في تونس في الحوت وفي صيد السمك الازرق اول برت راهو في الانتاج فهمت لكن في المقابل ما فماش وسائل الحمايه اللازمه ونكاو معناتها تصير على القدر كارثه من الكوارث واضح سي حمدي بن عافيه نطلب الله يبارك